الإرث التاريخي السوري لم يسلم من الحرب وتداعياتها. مواقع وآثار تعود لحضارات قديمة مرت بهذه الأرض وشيدت معالم بعضها مدرج على لائحة التراث العالمي، تتعرض لانتهاكات متعددة تتراوح بين التدمير والتخريب والنهب والتهريب. طبعا تعرضت المواقع الأثرية للإهمال هي بسبب الحرب. دائما في الحروب الأولوية هي للإنسان، فصار يعني في قصف عليها، في إهمال، في من بعض الأشخاص مثلا دخلوا وخربوا. تضم محافظة إدلب ما يزيد عن 1000 موقع أثري، منها 760 موقعا أثريا مسجلا بقرارات وزارية سابقة، وتضم نحو 40 قرية أثرية مسجلة على لائحة التراث العالمي. وبهدف حماية ما تبقى منها، يعمل بعض المختصين على إيجاد سبل الحماية من خلال نشر التوعية ورفع المستوى الثقافي بأهميتها. تعرض المواقع الأثرية لتكسير الحجارة، كون تكسير الحجارة الأثرية من قبل المجتمع المحلي، كون هذه المواقع الأثرية تقع على ملكيات خاصة، نحاول قدر الإمكان ضبط هذا الموضوع، واستطعنا أن يعني في إيقاف العديد من عملية من هذه الانتهاكات. أيضا يعني نعاني من مشكلة أيضا من الانتهاكات، هي زحف البناء الحديث على المواقع الأثرية، بالإضافة إلى سكن النازحين ضمن المواقع الأثرية بعد الحملة الأخيرة وتوجه النازحين إلى سكن المواقع الأثري، وما ينجم عنها من تمديدات صرف صحي وإضافة جدران في هذه المواقع. يعزو مختصون انتشار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الآثار في المواقع الأثرية من قبل السكان المحليين، وبدفع من بعض تجار الآثار إلى الفلتان الأمني وغياب دور المنظمات الدولية المعنية التي اكتفت بالتحذير من سرقتها وتهريبها. لم تبقي الحرب في سوريا على شيء ذي أهمية إلا وأتت عليه، وكان للمعالم التاريخية والآثار نصيب في ذلك، إذ تعرضت الكثير منها للقصف والتدمير أو السرقة والإهمال، مما دفع منظمة اليونسكو إلى إدراج المواقع التراثية السورية على قائمة التراث المهدد بالخطر. يمن السيد الحرة، محافظة إدلب.